طيب تمام، أنا حطيت لكم على صفحة المساق مجموعة من الفيديوهات بالإضافة للتسجيلات اللي أنا يعني بنزلها على اليوتيوب، بإمكانكم ترجع للمحاضرات كلها. برضو حطيت لكم يعني بعض الفيديوهات اللي شفتها على اليوتيوب يعني مناسبة للشرح اللي إحنا بنحكيه. كنا حكينا المرة الماضية عن الهاي شير ميكسر جرانيليتر ديوزنا تايب، فهذا فيديو بيوضح كيف تشتغل هاي الماكينة، فيعني احضروه بيساعدكم على فهم طبيعة عمل الماكينة. وهذا فيديو هنا ببين اللي هو الفلويدايزد بيد جرانيوليتر، فلويدايزد بيد جرانيوليتر كيف بيشتغل وطبيعة عمله، برضه بساعدكم على فهم الشرح اللي شرحناه. وهذا هنا فيديو ببين كيف تشتغل اللي هي التشيلسينيتر اللي حكينا عنها المرة الماضية بعملية الدراي جرانيوليشن، واللي هو كان عنهم التو رولز، هذول التو رولز يشتغلوا مع بعض علشان يضغطوا زمنهم على شكل شيت، وهاي الشيت بعدين تتكسر وبيطلع لنا جرانيولز. احضروا هذول الثلاث فيديوهات يعني قصيرات وبرضه بنسجمه مع الشرح اللي شرحنا. هذا الفيديو الرابع عن التابلت ماشين كيف تشتغل، واللي هي راح نبدأ نشرح عنها هلا، فأنا راح أشغله. ما اشتغل. طيب خلينا نجرب مرة ثانية. هلا راح نشرح احنا عنها هاي بالتفصيل، بس مبدئيا خلينا نشوف الفيديو مع بعض عن تابلت ماشين. هاي الروتري بريس اسمها برضو، اللي هي اغلب مصانع الادوية بيكون عندهم هذا النوع من التابلت ماشينز. هون بهمنا كيف الابر بانش بيتحرك. هاي هون البودرة بتنزل او الجرانيولز بتنزل على التابلت ماشين، تعبي الداي كافيتيز الموجودة تحت. الابر بانش بتنزل تضغط البودرة زي ما احنا شايفين هون، تضغطها تحولها لتابلت. فهذول الأبر بانش، الأبر بانشز مجموعة منهم بيكونوا موجودين بالماكينة، وشايفين كيف برضو بينزل الأبر بانش تحت الدولاب. هذا الدولاب بيضغط بيعمل فورس معينة، بعدين اللور بانش بعد الكبس بيطلع الأبر بانش، واللور بانش بتلحق وبتعمل إيجكشن للتابلت، بتطلع التابلت بعدين الحبوب بتطلع مكبوسة جاهزة بهالشكل. طيب على كل يعني انتوا احضروا الفيديو هذا بعد ما احنا نخلص الشرح، بتوقع انه يعني راح يساعدكم على استيعاب المادة. طيب راح اعمل شيرينج هلا لشيء جديد اللي هو نرجع للسلايد. تمام، اذا الان احنا اخر مره كنا نحكي عن الرولر كومباكترز بعمليه الدراي جرانيوليشن، حكينا عن التشيلسينيتر كيف انه بالبودره بتطلع لهي المنطقه هون هوبر، وبعدين بعدين بتمر البودرة ما بين تو رولز، هذول ستينلس ستيل، نتحكم بالمسافة ما بين هذول التو رولز. بتكون عندي شيت اوف باودر مضغوط، هاي البيبر المضغوطة من الباودر بتتكسر، وبعدين هون في عندي سكرين في لها سايز معين بمر منها الجرانيولز، وبالتالي هون بهاي المنطقة بيكون في عندي تو سيفز منخلين، واحد فتحته كبيرة بيكون من فوق، واحد فتحته صغيرة من تحت. بنحجز اللي هي الجرانيولز اللي بدنا إياها بالسايز المطلوب، ومن يعني بنجمعها ونأخذها على التابلت ماشين. الكبير والصغير من الجرانيولز ممكن يرجع مرة تانية يعاد تكريره ويعاد استعماله بالتشلسينيتر. فإذا من الأدفانتجز للرولر كومباكترز requires less equipment and space than wet granulation. The product is not subjected to heat and moisture.
وكان produce as much as 500 kilograms per hour. إذا بعد ما نخلص granulation بالمصنع يعني عادة بناخذ الباودر أو الجرانيولز هاي اللي جهزناها وبناخذها على التابلت ماشين اللي هي الماكينة اللي بتكبس الباودر بتحولها إلى تابلتس. الآن التابلت ماشينز فيها أو التابلت ماشين فيها ثلاث أجزاء رئيسية. الثلاث أجزاء الرئيسية اللي هم هذول الأول الثاني والثالث. الهوبرز، الهوبر هو عبارة عن يعني زي المحجان بيكون فوق الماكينة منعبي فيه البودرة أو الجرانيولز، وهذا بيصب البودرة والجرانيولز وين؟ في أماكن التعبئة تبعت القوالب. القالب اللي هو الداي أو الدايز القوالب، هذا القالب اللي هو الفجوة تبعت القالب، التجويف تبع القالب، هذا يعني بتحكم لي بالسايز والشيب of the tablet. حسب شكل القالب بيطلع شكل الحبة، دائرية أو شكلها زي الكبسولة مطاولة، هذا إيش اللي بتحكم فيه؟ طبيعة القالب، شكل القالب، وحجم القالب برضو بتحكم بديامتر أو بحجم الحبة. فإذا عندي المحجان الهوبرز الدايز، وعندنا البانشز اللي هي البانشات اللي هم بيكون عادة في عندنا البانش الأبر بانش واللور بانش، هذول الاثنين اللي بتنكبس البودرة بيناتهم جوا القالب. في عنا other يعني components بتكون موجودة أقل أهمية حسب نوع الماكينة. الكام تراكس مهمة عنا بالماكينات اللي هي بتكون multi-station tablet press. feeding mechanism برضو feeding mechanism هاي مهمة عنا بالتابلت ماشينز اللي هي بتصنع كميات كبيرة. وإذا كان الباودر فلو مش كافي بيكون في عنا feeding mechanism بتساعد على عملية تعبئة الباودر أو الجرانيولز داخل الداي كافيتي. إذن هنا هذا الهوبر هيك بيكون شكله، اللي هو خلينا نحكي بين قوسين المحجان اللي من يعني بيكون حجمه كبير طبعا، بيجي بالماكينة بهالشكل. فهاي الماكينة هنا تابلت بريس أو تابلت ماشين. في عنا إذن هذا اللي هو الهوبر جزء أساسي نعبي فيه الباودر أو الجرانيولز، وثم بتنساب هاي الباودر أو الجرانيولز إلى الأماكن المخصصة لتعبئة الداي كافيتيز بهاي المنطقة بتكون بالماكينة. الآن هاي المنطقة هون بيكون فيها عدد من القوالب اللي هي الدايز. هذا قالب، القالب هذا شكله هون بالأخير، الشكل هذا تبع القالب هون عندي شكل معين، هون عندي شكل دائري شكله بيكون مطابق لشكل البنشات. هاي البنش مناسب شكلها اللي هو الشكل الدائري هذا للداي والداي كافيتي، وهنا برضو هاي البنش هنا شكلها مناسب لشكل الداي كافيتي اللي هون. فإذا هاي البنشات لهاي الداي كافيتيز اللي هون والداي كافيتي اللي هون، وهاي البنش لهاي الداي والداي كافيتي اللي هون. فإذا بيكون في عندي داي وأبر بنش، وبدي يكون في لور بنش، والبودرة بتتعبى بالوسط وبتنضغط ما بين الأبر بنش واللور بنش. إذن هاي الأجزاء الرئيسية اللي لازم تكون موجودة في أي تابلت ماشين. في عنا نوعين رئيسيات من التابلت ماشينز، في عنا السنجل بانش تابلت ماشين، في عنا المالتي ستيشن روتاري بريس. السنجل بانش إذن في عندي ستيشن واحدة، سنجل ستيشن أو سنجل بانش، سنجل ستيشن خلينا نسميها سنجل ستيشن جزء أدق، بيكون في عندي عدد البانشات في الماكينة بانش واحد فقط لا غير، وبكون في عندي قالب واحد بس. فإذا في عنا upper punch وفي عنا القالب وفي lower punch، لكن إحنا نوعا ما هاي الماكينات سرعتها محدودة. سرعة هاي الماكينة ممكن توصل لغاية 3600 حبة بالساعة. الماكسيمم بريشر اللي نقدر نكبس فيه الحبة الباودر 30 كيلو نيوتن. زي هيك هاي عادة بتكون للمختبرات مناسبة الماكينات هاي اللي هي السنجل بونش، لكن للإنتاج 3600 حبة كمية قليلة يعني كإنتاج. يعني إذا العلبة بدي يكون فيها مثلا 100 حبة، فإذا بدك تعمل 3600 حبة يعني 36 علبة بالساعة، الإنتاجية بتكون قليلة جدا.
عادة نلجأ للمالتي ستيشن تابلت بريسز أو مالتي ستيشن تابلت ماشينز، بتكون السرعة فيها عالية جدا، وبالتالي بيكون الإنتاجية more efficient، وبالتالي بقلل الكوست cost per unit. طيب إذا بنطلع كيف السنجل ستيشن أو السنجل بانش تابلت ماشين كيف تشتغل، يعني هذا دايجرام بيبين لنا أو سكتش بيبين كيف بتشتغل هاي الماكينات. في عندنا الأبر بانش، هذا المضرب العلوي الأبر بانش. في عندنا الهوبر، الهوبر هو مش مبين بالصورة لكن مبين نهايته اللي هو بنسميها الهوبر شو، نهاية الهوبر اللي البودرة أو الجرانيولز بتكون معبية فيه، بتنزل وين بتنساب على هاي المنطقة. هاي هون عندي الداي اللي هو القالب، وجوه الداي بيكون في الداي كافيتي اللي هو التجويف. هذا التجويف شكله بيتحكم لي بشكل الحبة، إذا كان دائري أو مطاول أو إذا كان على شكل سمكة مثلا إلى آخره، هذا الشكل اللي هو تحكم فيه الداي كافيتي. تحت الداي كافيتي في عنا إيش؟ اللور بانش. إذن هاي الأجزاء الرئيسية الثلاث اللي موجودة عندنا. إذن عندنا الهوبر، الأبر بانش، اللور بانش والداي. الآن كيف الماكينة هاي بتشتغل؟ عندنا هنا رسم توضيحي بيبين لي هنا الأبر بانش، وهنا اللور بانش، وهاي الداي القالب، وهاي الداي كافيتي اللي جوا. هذا المستطيل اللي هون اللي فيه التضليل، هذا اللي هو نهاية الهوبر، نهاية الهوبر. إذا البودرة وين بدها تنساب؟ تنساب من نهاية الهوبر، الهوبر وين تيجي؟ تيجي هون فوق الداي كافيتي. فإذا انتقلنا من هاي الخطوة لهاي الخطوة هون، بنلاحظ إنه اللور بانش تنزل، لما تنزل اللور بانش بتترك فراغ، هذا الفراغ بتأثير الجاذبية تنساب الباودر أو الجرانيولز، بتعبي الداي كافيتي، هذا التجويف اللي بتكون عندنا هون فوق اللور بانش. الآن الهوبر شو هاي تتحرك من فوق الداي كافيتي، بتروح على اليسار، فشو بتترك؟ ما يعني بتترك هون، تترك الداي كافيتي معبية بالباودر أو الجرانيولز، وهنا عندنا اللور بانش. الأبر بانش وين موجود؟ فوق. الخطوة اللي بعد هيك بنزل الأبر بانش، بينزل بفورس معينة بيضغط الباودر، بيضغط الباودر وبتكون عندنا الكومباكت زي ما هو بالصورة. الخطوة اللي بعد هيك بيرتفع الأبر بانش، وبيرتفع برضو كمان اللور بانش، بيدفش الحبة اللي تكونت، بيدفشها ويطلعها برا الداي كافيتي، وهيك بتكون تكونت عندنا الحبة. هذا رسم برضو توضيحي من زاوية مختلفة. إذا عندنا هنا الأبر بانش، أو هاي الرسمة هنا بتبين لي الداي واللور بانش كيف بيدخل جوا الداي كافيتي. هنا عندنا الهوبر، حكينا الهوبر نهايته الباودر والجرانيولز، تنزل بتعبي جوا الداي كافيتي، تحت الداي كافيتي في عندنا ايش؟ اللور بانش. تنزل بعدين الابر بانش على الداي كافيتي، بتضغط الباودر او الجرانيولز، تكون عندي التابلت، بعدين بترتفع الابر بانش، بترتفع كذلك اللور بانش، وبتدفش الحبه وبتطلعها برا، بتعملها ايجكشن. المالتي ستيشن بريس وهي اللي دارجه بالمصانع، لانها بتعطينا يعني خلينا نحكي كمية من الإنتاج مناسبة. Also known as rotary press، لأنه في عملية دوران. الديسك اللي عليه البنش، الأبر بان اللي عليه الديسك اللي عليه الدايز القوالب، بدور ومعاه بدور الأبر بانش واللور بانش. طيب الآن مشان هيك إذا بنسميه إيش؟ rotary press. During the rotation, the punches are guided up and down. During the rotation, the punches are guided up and down by fixed cam tracks, which control the sequence of filling, compression, and ejection. إذن خلينا نشوف هنا على الرسم مبين عنا اللي هو الفيديو اللي هسه عرضته قبل شوي. الآن بدنا نوضحه على هاي الرسمة.
بعد ما أنا أخلص المحاضرة ارجعوا على الفيديو احضروه مرة ثانية مشان ترسخ المعلومة عندكم. الآن عندي هنا إذا هاي مالتي ستيشن تابلت ماشين أو مالتي بانش تابلت ماشين. في عنا هنا على هاي الماكينة كم بانش؟ 1 2 3 4 5 6 لغاية 16. إذا عندي هنا 16 أبر بانش، وفي عندي بالمقابل من تحت كم بانش؟ عندي 16 لور بانش. وكم قالب في عنا؟ بدي يكون في عنا 16 قالب على هاي الماكينة. هلا في ماكينات ممكن تكون أكبر أو أصغر، ممكن يكون في عنا 8 ستيشنز. هاي اللي هون قدامنا على الصورة 16 ستيشن، ممكن يكون عنا أكثر، ممكن يكون عنا لغاية 48 ستيشن أو حتى ممكن أكثر كمان. فإذا على حسب نوع الماكينة وعلى حسب الطاقة الإنتاجية، كل ما زاد عدد الستيشنز بتزيد سرعة الإنتاج. إذا هنا نشوف كيف بتتم العملية. لو بدأنا من هون من هاي الجهة، هاي المنطقة هون اللي هي F بتم فيها عملية الفيلينج. إذا هنا نهاية الهوبر، نهاية الهوبر اللي بنزل الباودر أو الجرانيولز بتنزل وين؟ بهاي المنطقة. إذا الباودر أو الجرانيولز تنزل بهاي المنطقة هون زي ما احنا شايفين. شوفوا اللور بانش هون عماله بينزل، ليش؟ لأنه المسارات هاي المسار فيه نزول. فإذا هون بتنزل اللور بانش، هاي الكام تراكس اللي حكينا عنها اللي هي المسارات اللي بتنزل وبتطلع البانشات لغاية ما هون نوصل لهاي المنطقة. هاي المنطقة هون بتحكم أنا فيها، بقدر أنا أنزل أو أرفع اللور بانش، لأنه بالنهاية أنا بدي أعبي حجم معين داخل الداي كافيتي، وهذا الحجم بده يكون corresponding to the proper weight. فهذا أنا بتحكم فيه بالماكينة، بقدر أنا أزيد وزن الحبة أو أنقصها حسب degree of filling اللي أنا بدي إياها. إذا بدي كمية أكبر من البودرة تتعبى بالداي كافيتي، بنزل أكثر اللي هو المنطقة هاي، بخلي اللور بانش تنزل أكثر، وبالتالي بعبي أكثر وبيطلع وزن الحبة أكثر. أو بدي وزن أقل الحبة، برفعها اللور بانش أكثر، وبالتالي بصير وزن الحبة أقل. إذن هنا بقدر أنا أتحكم بوزن الحبة من هاي المنطقة هون. طيب تمام، إذن هنا نظلنا ماشيين مع اللور بانش. بعد هيك المسارات بتأخذ اللور بانش لوين؟ ترفعها للأعلى. خلينا نمشي من فوق هلا على الأبر بانش. الأبر بانش إذن البانشات العلوية هاي في عليها كام تراكس اللي هي المسارات. بالمنطقة هاي هون المسارات شو بتعمل؟ تجبر الأبر بانش إنه ينزل لتحت إلى أن يصل إلى وين؟ إلى بداية الباودر اللي موجودة بالداي كافيتي. بعد هيك المسارات بتأخذ الأبر بانش على الدولاب هذا. هذا الدولاب اللي هو بيعمل فورس، قوة معينة بتضغط على الأبر بانش. وفي دولاب تاني برضو هون بيضغطوا الأبر بانش مع اللور بانش، بينضغطوا بالنسبة لبعضهم البعض، وبيضغطوا الباودر إلى أن تتشكل الكتلة المتماسكة اللي هي الحبة. الآن طبعاً إحنا بنقدر نتحكم برضو بالفورس هنا، كم مقدار القوة اللي أنا بدي أضغط فيها. بعد هيك المسارات بتأخذ الأبر بانش بترفعها لفوق، والمسارات السفلية بترفع اللور بانش، وبالتالي لما ترتفع اللور بانش بتدفش الحبة اللي تكونت، بتدفشها وبتطلعها برا الداي كافيتي. إذن هاي طريقة عمل المالتي ستيشن تابلت بريس. ارجعوا انتوا على الفيديو مرة ثانية واحضروا، يعني بتوقع بتصير الصورة أوضح بالنسبة لكم. هاي برضو يعني صورة لتابلت بريس، مالتي ستيشن تابلت بريس. إذن هون شايفين الهوبر، هاي المنطقة هون اللي تحت منطقة التعبئة، ممكن يكون في عليها ميكانيكال فيدر، جهاز ميكانيكي بيساعد على تعبئة الباودر جوا الداي كافيتيز. طيب خلينا ناخذ السلايد اللي بعد هيك. إذا المالتي ستيشن تابلت ماشينز ار انجينيرد فور فاست اند ايكونوميكال برودكشن اوف تابلتس، ذي كان برودوس سيفرال ثاوزند تابلتس بير مينيت. The speed depends mainly on، لأن سرعة الإنتاج تعتمد على إيش؟ تعتمد على number of stations. طبعاً كل ما زادت number of stations بتزيد سرعة الإنتاج. والروتيشن
والروتيشن سبيد سرعة دوران الماكينة. هذا شيء نقدر نتحكم فيه إحنا. الماكينات عادة تيجي يعني مجهزة بحيث أنه بتقدر تتحكم بسرعة دوران الماكينة. فلما بتزيد سرعة دوران الماكينة بتزيد من سرعة الإنتاج. لكن طبعا يعني هاي الأمور settings إلها مش سهل، لأنه زيادة سرعة الإنتاج ممكن تقلل dwell time، زمن الضغط، الزمن اللي بتتعرض فيه الباودر للضغط أو للقوة اللي إحنا فارضينها عليها ممكن يقل إذا أنا زدت من سرعة دوران الماكينة. وهذا الزمن مهم بعض الأحيان، بنسميه dwell time، هذا مهم بالنسبة لنا. لكن بشكل عام مشان نزيد سرعة البرودكشن على المالتي ستيشن تابلت ماشينز ممكن نزيد الروتيشن سبيد. في بعض الماكينات ممكن توصل سرعة الإنتاج فيها ل 100 ألف حبة بالساعة، وهي كمية ممتازة بالنسبة لنا صناعيا. في عندنا other equipment ممكن تكون موجودة على الماكينة أو مش موجودة، لكن بتخدم أهداف معينة، زي الميكانيزد داي فيدرز. الميكانيزد داي فيدرز اللي هي برضو موجودة على فكرة بالفيديو، إذا حدا بنتبه لها بالشرح، يعني في زي جهاز بدور هيك زي الفراشة بتدور فوق الداي كافيتي، بتعبي بتساعد على تعبئة القوالب أثناء عملية تدفق البودرة من الهوبر. إذن هاي employed on the compression machine to force granules or powder into the dye. إذن employed on the compression machine to force granules or powder into the dye. Otherwise, gravity filling of the dyes might not be appropriate. إذا كان الباودر الفلو إلها بطيء أو ما بيلحق على سرعة الماكينة، ممكن يصير عندي خلل بتعبئة الداي كافيتيز، وبالتالي بيؤدي إلى مشاكل بالcontent uniformity أو weight variation بالتابلتز. فبالتالي منضيف هاي الميكانيزد داي فيدرز بتساعد على عملية التعبئة. ميكانيزد هوبر فيدرز برضو. إحنا الهوبر يعني ممكن يكون حجمه صغير بالنسبة لسرعة الإنتاج وكمية الإنتاج اللي إحنا بدنا نعملها، وبالتالي ممكن الهوبر ما يسع كمية كافية من الباودر أو الجرانيولز، وبالتالي بنضطر إنه إحنا يكون في عنا طريقة لتعبئة الهوبر. ممكن تكون هاي التعبئة ميكانيزد. ميكانيزد هوبر فيدرز because of the high speed of the compression machine, continuous feeding of the hopper is necessary to ensure continuation of appropriate tablet production and to protect the equipment. Bulky granules and powder containers can be placed above the machine, probably on the upper floor, then the hopper can be fed by gravity. يعني طريقة ثانية هاي، إذا يعني إذا كان بتصميم المصنع ممكن يعني الهوبر عادة بيكون مرتفع بالنسبة للماكينة، يعني إذا شفنا الصورة السابقة الهوبر بيكون موقعه عالي بالنسبة للماكينة، فصعب أنه يدويا يكون في عامل ويرجع يعيد التعبئة للهوبر بعد ما يفضى. فممكن تكون مثلا الماكينة موجودة على طابق، وعلى الطابق الثاني تكون في فتحة بحيث أنه العامل يكون على الطابق الثاني وبيعبي الهوبر كل ما فضي باي جرافيتي. أو نستعمل إيش؟ ميكانيزد هوبر فيدرز، يعني بواسطة ماكينات بنعبي. يعني ممكن في طبعا variations مختلفة للميكانيزد هوبر فيدرز ما في داعي نخوض فيها، لكن يعني خلينا نحكي انه هذا option اذا كانت بدنا كميات انتاج كبيرة. برضو من الـ auxiliary equipments عندنا continuous monitoring of tablet weight. في بعض الإكويبمنت ممكن نحطها على الماكينة بحيث إنه كل حبة بتنكبس مباشرة بعد ما تنكبس وتطلع من الداي كافيتي تمشي على جهاز بيوزنها، تتوزن كل حبة لحالها، وهذا طبعا بيساعدنا إنه الويت فارييشن يكون مناسب. يعني أنا على الماكينة ممكن يكون كل هذا أوتوميتد، بعد ما الحبة تنكبس تتوزن، وبعدين إذا كان وزنها مناسب بتروح على الأكسبتد أريا، وإذا كان وزنها غير مناسب بتروح على الريجكتد أريا، وبالتالي كل الحبوب اللي هي أكسبتد بيكون الويت إلها مناسب. فإذا بالتالي بقلل من احتمالية الريجكشن بالنسبة للكونتنت يونيفورميتي بهاي الطريقة. لكن إيش بدنا؟ بدنا الماكينة اللي بتوزن
تكون ماكينة مش بتوزن بالطريقة الاعتيادية، بتوزن بتجهيزات عالية التقنية مشان تلحق على سرعة الماكينة. يعني الماكينة إذا بتنتج 100,000 حبة بالساعة، بدنا طريقة توزين اللي توزن 100,000 حبة بالساعة أوتوماتيكلي، وهي طبعا بحاجة لتقنية عالية مش الطريقة العادية بالتوزين، ممكن باستخدام الإكس راي أو بطرق متطورة للتوزين. التابلت دي داستر برضو من الأوكسيلري إيكويبمنت، الماكينات الإضافية اللي ممكن تنضاف على ماكينة التابلت بريس. تابلت دي داستر ريموفز إكسس باودر on the manufactured tablet. يعني أحيانا كثير من الأحيان تطلع الحبوب عليها زي البودرة غبرة، يعني زي غبرة البودرة نفسها بتضلها معلقة على الحبوب، فهي طبعا مش مناسبة للمريض إنه يشوفها، فبالتالي بيكون في خطوة دي داستنج، إزالة لهاي الغبرة إما باي فاكيوم أو ب some equipment تستخدم لهاي الغاية. In process quality control tablet weight, tablet variation, tablet hardness, thickness. يعني أثناء التصنيع، أثناء ما الماكينة شغالة، نسحب عينات ونعمل هاي in process quality control. طبعا أكيد على finished product، المنتج النهائي بعد التعبئة، بناخد برضو كمية من الحبوب نعملها فحوصات، لكن برضو أثناء التصنيع دائما بعد أي process أو أثناء البروسيس نسحب عينات ونعملها quality control علشان نكتشف الخطأ في مكان حدوثه. فمن الـ-process quality controls اللي ممكن نعملها أثناء ما التابلت ماشين شغالة، ممكن نعمل تابلت weight، weight variation، hardness. أخذناهم هدول، حكينا عنهم بالتابلت properties ما راح أعيدهم. thickness of the tablets و disintegration analysis و evaluation of elegance. The above tests are performed during the operation of the compression machine by the production unit or by the QC unit. عادة بكون يعني ممكن الـ QC unit تأخذ عينات، quality control unit تأخذ عينات وبتحلل أثناء التصنيع إذا في أي مشكلة منعالجها علشان ما نخسر كميات كبيرة من الإنتاج. نحكي عن بعض البروسيسنج بروبلمز اللي ممكن تواجهنا أثناء تصنيع التابلتس. ممكن يصير في عندنا كابينج اند لامينيشن. كابينج المقصود فيه الكابينج، الكاب على فكرة يعني باللغة كاب اللي هي زي الطاقية، يعني الكاب اللي هي الطاقية اللي بتنحط على الرأس. فالكابينج partial or complete separation of the top or bottom crowns of the tablet، يعني الجزء العلوي من الحب بينفصل بعد ما تنكبس البودرة ويصير لها إيجكشن، تطلع من الماكينة، بينفصل الجزء العلوي من الحبة، هاي بنسميها كابينج. الجزء العلوي أو السفلي يعني بنسميها كابينج. هاي طبعا مشكلة بصناعة التابلتس ممكن تظهر. برضو من المشاكل الثانية اللي طيب من المشاكل الثانية اللي ممكن تظهر عندنا اللي هي اللامينيشن. لامينيشن is the separation of the tablet into two or more distinct layer. الآن هو بيشبه الكابينج، لكن الكابينج بيكون على الجزء العلوي أو السفلي من الحبة. اللامينيشن ممكن يحدث في أي مكان، يعني separation الحبة بتنفصل into two or more distinct layer، تنفصل لجزئين أو ثلاث. كابينج and lamination might occur hours or days after the tablets are made. إذا الكابينج and lamination ممكن يصير مش مباشرة بعد ما الحبة تطلع بس، يعني ممكن يصير هيك، أو ممكن بعد ما الحبة تنترك لساعات أو أيام ممكن إنه يصير فيه lamination تنفصل الحبة. هذا نتيجة للإلاستيك ريكفري، يعني مع الوقت الإلاستيك ريكفري بيصير فيه تمدد، خلينا نحكي بسيط، بالحبة بتنفصل لجزئين. The friability test is the quickest way of revealing such problems. يعني علشان ما نستنى عدة أيام ونشوف إنه بتظهر مشكلة الكابينج أو اللامينيشن، ممكن نعمل friability test. Friability test إذا في مشكلة بالحبوب بتبين مباشرة. أخذنا friability test في بداية هذا الشابتر. Capping and lamination is mostly due to the deformational
properties of the formulation during and immediately following compression. يعني خلينا نحكي الكابينج واللامينيشن ليش بصيروا. ممكن يكون في مشكلة بالفورميليشن، ممكن الفورميليشن ما فيها بايندر كافي، أو نوع البايندر ممكن غير مناسب للفورميليشن، أو ممكن تكون طبيعة الباودر نفسها فيها جزء كبير من المرونة، خلينا نحكي هيك، جزء كبير من الإلاستيسيتي، وبالتالي أثناء الكمبريشن يعني ما أدت إلى تماسك البارتيكلز بشكل مناسب، وتحافظ البارتيكلز هاي على تماسكها مع بعضها البعض، وبالتالي بيظهر عندنا الكابينج أو اللامينيشن. الآن في أسباب ممكن إحنا نتحكم فيها، ممكن نغير بالفورميليشن، ممكن نزيد الكمبريشن فورس، نكبس على فورس أعلى. في حلول يعني للكابينج واللامينيشن ممكن نلجأ لها. برضو من الأسباب اللي ممكن تؤدي لظهور الكابينج واللامينيشن، dyes develop wear ring in the area of compression. يعني ممكن القالب نفسه يهتري، يصير فيه زي نوع من الاهتراء من الداخل، وبالتالي هذا الاهتراء اللي من الداخل بيصير فيه خلينا نحكي خلل ب خلل ب بشكل القالب من جوا، بحيث انه بصير فيه زي متوءات او مناطق غير ملساء داخل الداي كافيتي، فبالتالي نتيجه لوجود هاي اللي بيكون شكلها على اغلب هاي المناطق على شكل رينج، على شكل حلقات. Tablets compressed in this ring will have larger diameter than the rest of the dye region. This leads to capping and lamination. نتيجة لهذا الخلل اللي بتكون جوا الداي كافيتي مع الزمن نتيجة للاهتراء ممكن يصير في عندنا capping ولامينيشن. الحل بسيط، بنغير الداي، نغير القالب، نشتري قوالب جديدة للماكينة، تنحل المشكلة. من الحلول كمان to eliminate capping and lamination، ممكن نعمل double compression. double compression المقصود فيه انه الماكينة يعني منعرض، هاي مش كل الماكينات فيها هاي الخاصية، في بعض الماكينات بيكون فيها يعني الكبس بيكون على مرحلتين، نفس الروتاري بريس، نفس الماكينة هاي اللي هي فيها مالتي ستيشن، بيكون فيها الضغط بيتم على مرحلتين، مرتين يعني بيتم. هاي الماكينات بنقدر نعمل فيها double compression، بنخلي الحبة بعد ما تنكبس أول مرة بنخليها جوا الداي كافيتي، وبعدين بتمر مرة ثانية بتنكبس مرة ثانية بستيشن ثاني على نفس الماكينة. فإذا بنعمل دبل كومبريشن بهاي الطريقة، إذا الحبة بتنكبس مرتين ممكن بهاي الطريقة نخلص من الكابينج أو اللامينيشن. increased dwell time برضو من الوسائل اللي ممكن نستعملها to eliminate elimination. حكينا عن dwell time. dwell time هو الزمن اللي بتخضع فيه الباودر للضغط، كل ما زاد هذا الزمن نوعا ما بنكون more effective بتكوين bonds بين الparticles أثناء عملية الكمبريشن، تطلع عندي الحبة صفاتها أفضل كل ما زاد الدويل تايم، أو قوتها أعلى كل ما زاد الدويل تايم إلى حد ما. لكن بتذكر لما قبل شوي حكيت إنه إذا بدنا نزيد سرعة الإنتاج ممكن نزيد اللي هي speed of rotation، سرعة دوران الماكينة. لكن إيش disadvantage؟ إذا زدنا من سرعة دوران الماكينة منقلل من الدويل تايم، وبالتالي ممكن تظهر عنا مشكلة capping أو lamination. إذن الحل قد يكون بس ان نقلل من سرعه الانتاج، بالتالي بيزيد من الدويل تايم، وهذا بيعمل اليمينيشن للكابينج او لامينيشن. برضو من البروسيسنج بروبلمز اللي موجوده عندنا ممكن تظهر اللي هو ويت فاريشن. ذا ويت اوف ذا تابلت از كنترولد باي ذا اماونت اوف جرانيولز اور باودر ذات فيلز ذا داي كافيتي prior to the compression. any alteration to the filling process or the volume being filled could lead to weight variation. إذا ما كان في عنا تعبئة مناسبة أو the flow of powder is not good enough حتى يلحق على سرعة الماكينة، ما رح يصير عنا تعبئة كافية أو مناسبة للداي كافيتيز، وبالتالي بيطلع عنا الحبوب وزنها أقل من ما هو مطلوب نتيجة للpoor filling of the die cavities. الحل هيك حالة، إما إنه بنعمل
ممكن نعمل granulation مثلاً مشان to enhance the flow properties of the powder. ممكن نضيف glidant أو ممكن نضيف auxiliary equipment اللي هي الميكانيكال داي فيدر مشان نسرع من عملية التعبئة بالداي كافيتيز. Granule size and size distribution. أنا ضايل عندي 3 دقائق صحيح، يعني ما رح نقدر نكمل الشابتر لأن بدي أفتح مجال للأسئلة. فإذا في حدا عنده سؤال نكمل المرة الجاي هذا الشابتر ونبدأ بالشابتر الجديد اللي هو التابلت كوتينج. فضايل معي تقريبا 2.5 دقيقة، فإذا في حدا عنده سؤال بإمكانه يعمل raise hand.